من مدريد ينضم إلي موفد العربية ليث بزاري. ليث، أهلا بك معنا. ما هي أبرز لوائح الاتهام التي تواجه إبراهيم غالي في إسبانيا؟ نعم ميسون، استؤنفت الجلسات نصف ساعة من الآن، وشاهدنا قبل قليل وصول محامي إبراهيم غالي، وهو طبعا الإسباني إيمانويل أولي سوسو إلى المحكمة، ولا طبعا المقاضة بالقاضي الإسباني سانتياغو بيدريس في أول جلساتها لأقوال غالي بشأن عدم أو عدة جرائم منسوبة إليه والتي تطارده في القضاء الإسباني من ضحايا رفعوا دعاوى في قضيتين. الأولى تقدم بها فاضل بريكا المنشق عن البوليساريو والحامل الجنسية الإسبانية بتهمة ارتكاب تعذيب في مخيمات تندوف، والثانية تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها هنا إسبانيا في مدريد بتهم ارتكاب إبادة جماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والخفاء القسري وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني في المحكمة اللي بنشوفها خلفي. ولم يأمر القاضي المسؤول عن قضية غالي بتنفيذ أي من الإجراءات المشددة ضد غالي، بل صرح هذا القاضي طبعا سانتياغو بيدريس لصحيفة بنت منوتوس الإسبانية أن احتجاز زعيم جبهة البوليساريو مفرطا ومبالغ فيه بموضوع ارتكاب جرائم فظيعه ضد الانسانيه، كما انتقد وزير الخارجيه الاسباني الاسبق خوسيه بيكي بلاده عقب قرارها استقبال غالي سرا وبهويه مزيفه، وقال ان هذه الخطوه كانت بلا شك خطا يتعين تصحيحه في اسرع وقت ممكن. يعني يجب التذكير ميسون اذا سمحتي لان في اسبانيا يوجد فصل تام بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، فالقضاء هنا في هذا البلد مستقل بشكل طب كامل. ليث، استئناف هذه الجلسات إلى متى سيمتد؟ حتى هذه اللحظة لا نعلم ميسون للأسف، ولكن سوف نشاهد بعد قليل بعدما تنتهي الجلسة الأولى في المحكمة التي نشاهد خلفي وهي جلسات استماعية أستانسيا تسمى. وقالت الخارجية المغربية أن الأزمة لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها. الأمر طبعا يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما كما قالت الخارجية المغربية، وأنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا. أما هنا في مدريد فالتصعيد مستمر. يعني قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن تصرفات المغرب خلال الأزمة الحدودية قبل أسبوعين كانت غير مقبولة وهجوما على الحدود الوطنية طبعا. وقال نفس الرئيس رئيس الوزراء سانشيز أيضا أمس الاثنين أنه من غير المقبول أن تهاجم إحدى الحكومات الحدود بسبب خلاف في السياسات الخارجية. أما وزيرة الخارجية الإسبانية أرانسا كونساليس ليا فقالت أن غالي سيغادر إسبانيا عقب خروجه من دائرة الخطر جراء كورونا طبعا. واتهمت مدريد الرباط بابتزاز اسبانيا واستغلال الاطفال عبر السماح للمهاجرين غير نظاميين بالتدفق على سكتة. سنكون معك طبعا في نشرات لاحقة لمعرفة المزيد حول هذه الجلسة التي تعقد الآن وأيضا عندما تنتهي هذه الجلسة. حتى الآن نشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. ليث بزاري، موفد العربية، إلى مدريد.